مساء الخير. حذر العلماء من موجات الحر المتكررة والظواهر المناخية القصوى اللي ممكن تسبب عدد كبير من الوفيات سنوياً بحلول نهاية القرن الحالي، إذ ما تراجع الاحترار المناخي واللي عم بيؤدي لموجات حرارة قياسية واستثنائية غير مسبوقة، ورح تؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر كبيرة على الصعيد البشري والبيئي. بالنسبة لطقسنا، صيف حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع حرارة مرتفعة جدا فوق معدلاتها السنوية بسبب الكتل الهوائية الحارة ورطوبة عالية على الساحل، بحر متوسط الموج وحرارة 130 درجة. الليلة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق البقاعية مع نسبة رطوبة عالية على الساحل وتكون ضباب كثيف على المرتفعات بفترة الليل. ولبكرة طقسنا شبيه باليوم، غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة عالية على الساحل عم بتأدي إلى سوء رؤية على الجبال. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل على الساحل 30، على المرتفعات 26، بالبقاع 20 والأرز 18، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 33 بسرار، 35 جبل محسن، 29 الديمان، العقورة 30، وكفر دبيان 29، بيروت 35، والصالحية 34، أما بنت جبال فا 32. الرطوبة بتتراوح بين 55 و90%، حرارة سطح الماء 30، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ فا 30 35، لبكرة الخميس 29 35، والجمعة 29 34. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 38، دمشق 42، القدس 33، والدوحة 43، الرباط 26، والجزائر 31. وهيدا كان كل شي. باي.